تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى نظمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التصفيات النهائية والحفل الختامي للدورة الثانية لمسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الإنترنت القارئ العالمي بحضور فضيلة الشيخ صالح المغامسي والشيخ ناصر القطامي من المملكة العربية السعودية. وجاءت المسابقة تعزيزا لدور مملكة البحرين ولجهودها في خدمة القرآن الكريم على المستوى العالمي. وقد حظيت المسابقة بمشاركة واسعة المدى من المتسابقين بالإضافة إلى نخبة متخصصة في علوم القرآن والقراءات لتقييم تلاوات المتسابقين وسط حضور جماهيري لافت. <applause> بمبادرة لتخطّي حدود الإبداع في مجال قراءة القرآن الكريم وتلاوته، وبرعاية سامية من جلاله الملك المفدى أسدل السّتار على مسابقة القارئ العالمي لقراءة القرآن الكريم عبر الإنترنت بحضور غفير ومهيب. فبعد نجاح الدورة الأولى من المسابقة جاءت النسخة الثانية بمشاركة واسعة المدى، فقد شارك ما يزيد على سبعة آلاف مشارك من إحدى وتسعين دولة من مختلف دول العالم. وانطلقت المسابقة منذ ما يقارب ثمانية أشهر لتشهد فيها منافسات قوية بين جل المتسابقين وتم خلال الحفل الختامي إجراء تصفية النهائية بين ثلاثة الأوائل في فرعي المسابقة الترتيل والتدوير بحضور محكمين دوليين مختصين في مجال التجويد والأداء بداية نشكر هذا البلد الطيب بلد البحرين، بلد القرآن والخير على استضافتهم لنا ولهذه المسابقة العالمية التي لم تسبق إليها. طبعاً لجنة التحكيم كما شاهد الجميع تنقسم إلى قسمين لجنة مخصصة لتقييم أحكام التجويد والتلاوة، ولجنة مخصصة لتقييم الأداء الصوتي والنغم والتغني في تلاوة القرآن الكريم واستقبلت مملكة البحرين ضيوف المسابقة من المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة بالإضافة إلى الشيخ ناصر القطامي الأمين العام لاتحاد قراء القرآن الكريم الأمة تعيش كما يرى ويسمع الكثير من الجراحات فجاءت هذه المسابقة تخفف الوطن و تزرع البهجة والفرحة في النفوس كل ذلك يدل على أهمية هذه المسابقة لأن استثمار الإنترنت في مثل هذا الطريق العظيم والموئل الكريم يعد قف يعني نقلة نوعية في قضية الانتفاع بالتقنية الحديثة أصوات تغنت بكتاب الله اجتمعت اليوم لتتويج الفائز بالمسابقة الفريدة من نوعها في استخدامها لأحدث وسائل التكنولوجيا ما ساهم في حصول المسابقة على صدى واسع بيّنه حجم المشاركة الكبيرة أحمد الله سبحانه وتعالى أولا على توفيقه وعلى إعانتي أني حصلت على المركز الأول الحمد لله في هذه المسابقة العالمية العظيمة التي استخدمت أحدث التكنولوجيات وهي الانترنت والحمد لله كانت لها نتائج جيدة جدا. هذه المسابقة فريدة من نوعها لانها جمعت لم 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 يبقى هناك اي حدود للدول الاسلامية وفي هذه وفي هذه وحدها يعني كافية على ان تكون هذه المسابقة من انجح المسابقات. المسابقة وصلت لافاق عالمية فشبكة الانترنت استقبلت اصواتا من السماء تتلو ايات الرحمن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قرآن حباه الله بالحفظ والصون قامت مملكة البحرين بمبادرة هي الأولى من نوعها في العالم أجمع لرعاية قرائه والمتقنين له بمواكبة التكنولوجيا الحديثة تحت مظلة القارئ العالمي أحمد البلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين إلى ذلك أكد سعادة وكيل الشؤون الإسلامية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الشيخ فريد بن يعقوب المفتاح الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها مسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الانترنت، القارئ العالمي من خلال رسالتها النبيلة الداعية إلى خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه ومضامينه السامية التي تحاكي البشرية جمعاء. مضيفا في الوقت نفسه إلى عظم الرعاية الملكية السامية الدائمة لمسابقة القارئ العالمي التي تعكس رؤية جلالته الحضارية. التي تنشد الانفتاح على العالم وتتبنى دعم مختلف الانشطه التنمويه والدينيه خدمه لكتاب الله تعالى. اولا لايصال القران الكريم لاكبر عدد واكبر شريحه ممكنه من الناس المسلمين في العالم اينما كانوا تتوفر عندهم خدمه الانترنت فممكن المشاركه من خلال والتنافس والتميز في القراءه ويعني الاتصال بالقرآن الكريم وحفظه وتجويده وترتيله فيعني تهدف المسابقة إلى هذا وأيضا مما يميز هذه المسابقة أنها تحظى بالرعاية السامية الكريمة من لدن جلالة الملك حفظه الله تعالى ورعاه طبعا إحنا من خلال هذه المسابقة والتي هي يعني, يعني لم يسبق لها مثيل في العالم الا ما تقدمت به مملكه البحرين، يعني تهدف ايضا الى يعني جعل الناس علاقتهم وثيقه بالقران الكريم، لكي يتصلوا بالقران ويعني يستفيدوا من اياته ومن توجيهاته ومن اخلاقه. المفتاح بين ايضا ان اتساع نطاق المسابقه وطبيعه السمعه الطيبه وحجم الشهره الواسعه التي وصلت لها عبر اصوات جميله تتلو ايات الله حق تلاوته. واضحا في السياق ذاتها الطريقه التي يتم عبرها كسب الاصوات لمعرفه المتسابق الفائز وجدنا هناك تفاعلا كبيرا يعني بعد أن كان المشاركين من الدول ومن الأفراد عبر العالم وصل إلى خمسة آلاف متسابق في الدورة الأولى الآن زاد هذا العدد إلى سبعة آلاف متشارك ومتسابق ومتنافس أيضا عدد المؤسسات القرآنية أيضا يعني أضفنا عليها فروع جديدة حتى تتميز أكثر فأكثر وتتطور فهي إضافات نوعية أيضا على المسابقة مسابقة قارئ الجمهور فجعلنا الجمهور كل الجمهور في العالم يحكم باختيار القارئ الانسب والافضل قراءه وتجويدا وصوتا وجمالا عبر, ماذا؟ عبر الانترنت هذه كلها عبر الانترنت يعني يعني احنا سخرنا يعني حكومه البحرين ووزاره العدل مثلا وزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف يعني سخرت التكنولوجيا الحديثه ووسائل التواصل الحديثه في خدمه القران الكريم